السلام عليكم. شو بير دي زاد كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راه معانا ديزابوني يقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد، قناة اللي متأكد من روحي مليح تاع معلومات حقيقية، معلومات اللي تبان للناس خيال، تبان لواحد الشياتات تبان لهم خيال، تبان لهم اللي ما يكونش راجل ويدور تبان له بلي خيال، اللي مشي راجل تبان له بلي خيال، بصح الراجل يأمن بلي صح. انا بغيت نهار اللي هدرت على 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 زين عامر ما يزيد يدور في التلفزيون، وخرجت وقلت له كاع ما كاينش منها وكذب، انتوما كي ماشي ما تسمعوش وما تشوفوش. تكيف انتوما كيف على بالكم باللي شكون اللي جاب ماجر وشكون اللي طرد ماجر؟ قاعد نقولوا بلي ما نامنوش تنشوفوا. تكي انا بكيشت مدي الناس ملاح وزاد شي قلبو بيض، دروك الجزائريين ما يعرفوش. انت بتدور جزائريين كاع باللي جاب الناس ملاح ومدان راخو مدان مليح وزاد شي مليح قلبو بيض، وخلوه معليش مداني يدي 150 مليون. احنا اليوم قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا، وهو جمال بالماضي المدرب المنتخب الوطني الجزائري يقوم بتغييرات جذرية على مستوى القائمة منتخب الوطني الجزائري. بس تخلي مليح راسك، غادي تشوفي غومبيا عقلوا عليها مليح شتاني نقولكم، وعقلوا مليح على كلامي. 11 جوار كاع محترف غادي تسيبو، لوبيز وتسيب بن طالب بحذاه وتسيب قدامهم وفي غولي، عقلوا عليها شتاني نقولكم. هذه المعلومة اللي انا نعطيكم فيها، عقلوا عليها. ولامسية فين قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا، لامسية غادي يردو غريب، قاسي سعيد سي بون، كازونو سي بون. خاطش علاه؟ كازونو ماشي هما غادي يطردوه، كازونو كره من قاسي سعيد، يجيب جاب له لعابه، ربعه تاع اللعابه بالسيف ذراع من البارادو، ربعه تاع اللعابه من البارادو جابهم له بالسيف، هو طردهم وقاسي سعيد دار لهم لا ليسونس سنيالهم. خاطش شنو بيدير؟ مولوديه شعبيه جزائريه، لي سيبورتير مساكين تبون ديبلاسي رايح المغرب، واحد رايح لتونس ينضربوا والرجال يدوا الدراهم من تحتهم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. زاتشي وجد كفنك، وجد الكفن تاعك. انا هنا في الجزائر وما يخوفني تا واحد، انا جزائري وافتخر بانني جزائري. وجد الكفن تاعك، راني نهضر لك على الاتحادية، والله لا خرجت، والله ما قاعد. تروح للقالة طير، للطارف طير، وين ما تروح انت طاير طاير. خاطش عليه كاع المشاريع تاوعك كاع وهمية، مشاريع وهمية مكاش كاع منها، كاع مكاش منها. مانيش على سكان القالة ولا سكان طارف انا ولا حاجة. القالة فيها مناطق جميلة، فيها الجبال، فيها قال في طول الناطير وفي طول، بصح مكاش الهوا حبستوه. حنا بدون إطالة ندخلوا في الموضوع تاعنا، ومن بعد تشاني مجد لكم هذا تاع حاكم ناس ملاح وزاد شي قلبو بيض. هاو تعب تغلطوا، هاو تغلطوا، تجبدوا غير اسم تاعي، اجبدوا غير اسمي برك. الراجي مات، ها غلطوا، ايه غلطوا برك، جبدوا اسمي، قولوا لي رانا عليك ديريكت، ايه غلطوا برك. هذا مكان، هذا ما نقولكم. على بالي كاش كل، على بالي من راكم خايفين، وعلى بالي شكون اللي عطاكم دراهم، وعلى بالي من راكم خايفين. انا على بالي من راكم خايفين، صبحتوا تشكروا فيه، الله يعليكم. جمال بالماضي المدرب المنتخب الوطني الجزائري يقوم بتغييرات جذرية على مستوى القائمة لاعبين المنتخب الوطني الجزائري، ويبدو أن
المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي لم يكمل المشروع تاع آلو عمري. ماشي آلو عمري، ماشي آلو عمري، سمحوا لي صحيح، آلو بورتو، ماشي آلو عمري، آلو بورتو، بل ينوي القيام بمشروع جديد للمنتخب، وذلك من خلال التغييرات الكثيرة التي عرفتها القائمة الخضر لمباراة غومبيا. ولم تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حتى الآن عن القائمة الخضر لمباراة غومبيا، لكن هنالك لاعبين تأكد حضورهم بعدما ما أعلنت أنديتهم عن وصول دعوات استدعاءات من الاتحادية الجزائرية لهم. وقام جمال بالماضي بتغييرات جذرية في حراسة المرمى، حيث استدعى رايس وهاب بولحي دوخة وأكوستا وهذا في الثلاثي لم يلعبوا أي مباراة مع آلو بورتو. رجع أيضا رياض بودبوز الذي غاب عن الخوض أكثر من سنة، ورجع أيضا أدم الونس في غولي، بالإضافة لاستدعاء النجم ميت المتألق فريد بولايا لأول مرة. وكل هذه الاختيارات لم يسبق لهم وأن لعبوا تحت إشراف المدرب المتخرج من البلاطوات، وهو آلو هاغ ولا هاغ، آلو بورتو. والله ماني طالكم، انت خليك من راسك تاع قصر لي حبة في الدجاجة، تقول لي حاكي مدين مليح، وتقول لي زاتي مليح، وحنا الخدمة رانا في عامين وحنا نخدمو باش نطيروهم. تجي نتايا تجي تبغي تقول لهم حاكي مليح وزاتي مليح، هادي الشعب ما اسمح لي، الشعب يعرفك باللي راك لابس صحبة تاع شيتا مع كبيرة، والناس اللي غلطوك انا نعرفكم.